والسلام عليكم وبركاته يا شباب. اليوم رجعنا لكم فيديو جديد من ليلة قراني الجزء الثاني، واتمنى منكم قبل ان نبدأ الفيديو لا تقصرون باللايك سبسكرايب، لا تنسون زر الاشعارات عم نقل لكم كل فيديو جديد اول باول. يلا يا شباب خلينا نبدأ الفيديو، وش خلينا نتأكد من الاعدادات وش تمام تمام هسه، اوكي كل شيء تمام بالاعدادات. اوكي يا شباب يا شباب زين هسه اوكي اليوم الاول يا شباب هسه نزلنا ترس او ترس بنا يا شباب ماكو شي هنا ولا هنا يا شباب يا شباب اوكي اوكي اعذر يا شباب اذا طلع عندكم صوت بالفيديو بس يعني ها بقدر عليه يا شباب اوكي اكو شو اكو هنا يا شباب يا شباب سي يا شباب اوكي يا شباب اكو شي هنا طبعا هاي جاية وراني يا بلا عنصر السريعين اوه هيا تلمسدس كهرباء يا شباب سبوية المسدس كهرباء طبعا احنا حنكون بامان طبعا وش كان يوقف الشعر المود يستجيبها يوقعها بالفخ كل شباب جبناها اوكي شباب شنو شو هسه ندور على المفتاح مال هذا الباب يا شباب اوه هذا هو المفتاح شنو هسه نروح نصعد فوق عنمود شنو نجيب نفتح الباب طبعا يا شباب هاي فاني مرة اقولها اذا طلع عندكم صوت بالفيديو هاني اسف لان ها بقدر عليه يا شباب تجربنا نفتح الطيارة
اوكي يا شباب، هسه شنو؟ شنو حط لي المفتاح مال الطيارة هناني. شنو وراء نسوي؟ ها نزلي جوي. اوكي يا شباب، اوكي يا شباب، كل شباك هنا يا شباب، خلينا نسرج هنا. جتي اوكي يا شباب، اوكي ما استكشفنا هاي يبدل الأماكن. زين ها كتاب تعليم مال الطيارة. ها هنا المفك. اوكي يا شباب، وش ماكو هنا؟ شو نسوي؟ نروح نفك داك وداك على المندي، يروح المي نقدر نعبر. اوكي يا شباب، سخن الصورة، هنفتحها بالمرة على الطريق. اوكي يا شباب، هذا سيسكر باي، نروح نحط الصورة هناك فوق. اوكي حطيناها هنا. أنا شو راح نسوي؟ نجيب اللخة. طبعا ما ادري وين اخر واحدة. اوكي هاي هي الاماكن، نسوي سهسة نروح نحط الصور. اوكي اوكي هصور الاخوي. حطيناها هنا. هذي الهاوة. شباب موجودة، خذ روح نجيب سلسلة كهرباء بسرعة. يا شباب شو نسوي؟ شيء شو استانسيت ارتيجي. اي تعال هنا، تعال تعال
ايوه هو المكان المناسب على قلت لك بيه. السلام عليكم يا سندرينا، كيف هنجيب هذا المفتاح؟ ما ادري ورد يفوت شي، بس خلنا نشوف انا شنو هو. اوه ما تابه. زين طاب هنا ناخذ اهم شيء المسدس الكهربائي. لا شو هسه؟ يا شباب شنو نروح اوكي نروح نحط زي الكهربائي فوق. او هذا هنا أنا بس هاي انا نسوك يا شباب بس هاتشي اللي اريد. كباكو شي هنا أنا يا شباب، انا سوري ده بس هاتشي اللي سيد الابواب وانا قاعد اقلب بالكاميرا براحتي. او هيات دقيقة تعال يا شباب. هذا هنا شو اسمه؟ هذا هنا اللاصق. يا شباب كل شباك هنا ماكو هنا يا شباب. ثاني اريده هو هذا الابواب. خل هنا شي اوكي يا شباب. يا شباب هاي صورة يا شباب هسه شنو هنسى حط سلقين الجزء الأخير من الصورة. يا شباب هسه شنو نروح نجيب سلسلة كهربائي. ايوه هذا شي تريده من البداية يا شباب. بس يا شباب هسه هذا نحطه هنا شنو يا شباب ايش نسويه من شابه. نقعد نقلب الكاميرا يا شباب.
اوكي يا شباب، يا شباب السه يا شباب، او حياتي يا شباب، جيب هيد شوت، يلا حبيب هيد شوت، بيجي تبعي من هي يا شباب. انه نجيب السيد الكهرباء اللي راح نحتاجه، طبعا هنحتاجه بهذا من المكان يا شباب. اوكي شباب، عصفورين في حجر واحد ما جتي. اوكي يا شباب، ما جت يا شباب. اوكي يا شباب، ما جت، هاي ما جتي، ما جت يا شباب. يا شباب ما جتي، ما جتي. اوكي يا شباب، هاي جتي اخر وحدة، عشان نروح نجيب داكي. يا شباب، اريد ان تجي. او اجتي يا شباب، شنو سناخذ هذا؟ ماكو شي هنا.
يا شباب. يا شباب استشنو سنروح الهاي نودي فتح طيارة هناك يا شباب استخرجنا الهاي يا شباب شوف شكو هنا كل شباكو هنا يا شباب شنو بس ننزل الجو وانا شو واحد في البنزين يا شباب سجبنا البنزين بس شنو سنروح نصعد فوق يا شباب صراحة حياتي يا زين دار شوف الشك وراها اجيب ثاني وحدة كهربائية لا يا شباب هاي السيفال ما نحتاج سلس كهربائي خلاص بعد احنا نهزمين يعني نهزمين سا اوكي نصحي فوق يا شباب استشنو سنحطها من هنا جيب المفتاح هاي فاني مرة انزل بيها من بيت جراني جدة الشقيرة خلي التاريخ يسجلها ان هاي فاني مرة اوكي يا شباب خلي نشغل الطيارة وننهزم
تن 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 dun di dun 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 di dun dun dun. بس اوكي يا شباب، وصلنا لنهاية الحلقة، واتمنى منكم ان تحطون زر اللايك، واذا ما عجبكم الفيديو حطوا ديسلايك، واذا عجبكم حطوا لايك. يلا يا شباب، مع السلامة. دن دي دن 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 دن.